عيشة وسهركت من كرة محافظة الدقهلية المشهورة بزراعة الكاكا من سنين. في ناس بتقول إن اليونان هو الموطن الأصلي لزراعة الكاكا، وناس تانية بتقول إن الصين هو موطنها الأصلي لأنها أكبر بلد بتنتج كاكا على مستوى العالم. جينا هنا في شهور الحصاد علشان نعرف أكتر عن الفاكهة دي المختلفة في طعمها وشكلها. والله إحنا بنحب الشجرة وتربينا وطلعينا لأنها هي يعتبر مصدر الزين. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيها أكل عيش وبنحسن إدارتها، فهي بالنسبة لنا يعتبر أكل عيش موسم بنستناه من السنة للسنة. نشتغل فيها من 1/10 لحد ممكن 20/12 أول واحد على حسب طبيعة الجو، الجو اللي بيحكم في القصة دي. زي الموظف ما بيستنى آخر الشهر علشان يقبض ويأكل عياله، إحنا بنستنى نحصد ونشوف طلباتنا إيه بنقضيها. في ناس كتير بنشتغل معهم وبيشتغلوا معانا وبيأكلوا عيش من وراء الحصاد ده أو في الوقت ده في الفترة دي. المساحة عندنا في الدقهلية 1450 فدان. المنطقة اللي إحنا موجودين فيها دي سهرشت الصورة تبع إدارة زراعية بأجه، طبعا هي بتحتل الصدارة لأن هنا 1250 فدان من 1450، يعني تقريبا 200 فدان بس في باقي المحافظة كلها بالكامل، لأن هنا ناس أصلا بتزرع محصول الكاكا دي من زمان، مش من النهاردة، من أكثر من 30-40 سنة. محصول الكاكا من المحاصيل المربحة جدا للفلاح، هي بس عايز توعية من نوع خاص شوية، يعني هو بيستخدم كأكل طازج وبيستخدم في بعض المربات وبيستخدم في تشكيل الكيكات، وممكن يجفف زيه زي أي محصول بيجفف مثلا زي التين والحاجات دي كلها بالكامل والعنب. بعد جني المحصول بتمر الثمرة دي بمجموعة من المراحل علشان تكون جاهزة للوصول للمستهلك. والله أول مرحلة بتيجي بيتم حاجة اسمها تقصيف الكاكا، يعني بنشيل اللي هي التقصيفة دي اللي هي بتكون مرتبطة بها بالشجرة عشان دي ما تخرمش الحبال زيها، ثم بيتم تنظيفها تلميعها، بتبقى جاية طبعا عليها وبر التراب وبر عفار، ثم بيتم دخولها الحرارة اللي هي التسوية بتاعتها، يعني فك المادة الجيلاتينية اللي فيها، ثم بعد كده تطلع تتعبى في العبوات اللي انت حضرتك شفتها. الأسعار بتتراوح عامة لما بتسافر مثلا السوق، يعني بنتكلم من 8-12 جنيه، لأن طبعا بيتم صرف حوالي، يعني عليها صرف غير على الأرضها بتكون مثلا من 5-6 جنيه، يعني المنتج بيصرف الكيلو 2 جنيه على ما بيسافر، فبيوصل تكلفته في الجملة يعني من 8-12 على حسب جودة الزرع، أحجامه وجودته ونظافته. بنسوي ثمار الكاكي بكذا طريقة. الطرق العلمية المتبعة، أولا ممكن نستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون بتركيز 90-95 درجة، في ممكن نستخدم الطريقة التجارية المتبعة استخدام غاز الإيسيلين، ده بيسوي الثمار وبيحسن من جودتها، من صفات جودتها. تصدير النوع ده من الفاكهة هو اللي بيسعاله المزارعين والتجار، وإن الحكومة تدعم الإجراءات اللي هتساعد على التصدير لأنه هيحقق عائد اقتصادي كبير وهيتيح فرص توسع أكبر داخل مصر لإنتاج الكاكا. فريد إدوار، MBC مصر.